بص انا ده بقى احنا ايه نتفهم مع بعض عشان الجديان بيفهموا بعض. يا شبح وانت كينج بتاعهم؟ ايه عايز ايه؟ عايز ايه يا عم؟ مالك في ايه؟ في ايه؟ عايز ايه؟ في ايه؟ يا نهار اسود. ايه ده؟ اللهجه دي صعيدي؟ لا دي ايه؟ في ايه؟ لا مش صعيدي، دي اسمها صياع اليوستفندي. استفندي؟ نسبة إلى بائع اليوستفندي وهو معدي بيقول استفندي. هم خدوا منه ده وحولوه صياع. يعني الأولاني غرغر غرغر والتاني ايه؟ عايز ايه؟ والله أنا بكتشف الصياع زيك دلوقتي. بس أنا بشوف التالت ده. أيوه كلمه أنت ده يلا. أزم ليك إيه؟ إزاي حضرتك؟ أمرني. إيه ده؟ ده غلط ده ولا إيه؟ ده دكتور أسنان واقف معاهم ليه ده؟ اللي إزاي حضرتك؟ ده معلش يا عمي ده اكيد المحاسب بتاعهم هما بيروحوا يقضوا حاجات فده اللي بيفصل ما بينهم. سيبك منه سيبك منه. المهم دلوقتي لازم ينبهروا بيك عشان يحكوا عليك وتشتهر في الصياعه. طب يلا اعرفكم المعلم رمضان ليه هو نجم الصياعه في الحارات. عارفين هو صايع في ايه؟ هو صايع في ايه؟ غر غر غر. عايز نعرف صايع في ايه؟ هو صايع في ايه؟ هقول يا عم قول له قول له يا عم انا هقول يا عم هقول فيه يا جدعان ده نجم الصياعه في التشكيل. المبتدا بيجي قبل الخبر ومن وفي والى بيكسروا اي كلمه بتيجي بعديها. هو المعلم رمضان العبرين ايه يا ابني ياسر معايا بيقول لك ايه يا ابني ازاي حضرتك يا ايه يا معلم ايه انا شكلت غلط ولا ايه؟ شكلت غلط ايه؟ الى الحق ليه؟ يعني دلوقتي لو قلت لهم الى الحق له هيقفشوا هيبقى مش غلط. مش التشكيل اللي بتهزق التشكيل التاني اللي هو ده على ده. ربع بسبوسه على تمنه كنافه. ازي حضرتك عامل ايه؟ امال هو انو؟ التشكيل هو عارف هو انو بس بيهزر. تشكيل الرقص الشعبي. الرقص؟ ايوه يعني قول لهم ايوه انا ارقص. ايوه هم كده يحترموك انت نجم الرقص الشعبي في التشكيل. قول لهم ايه اغنيتك المفضله اللي بتشكل عليها؟ الرقص اغنيه فيها تشكيل يعني. ايوه اللي بين ما دام اغنيه فيها تشكيل يبقى اراك عصير الدمع. عصير الدمع يا فرغلي؟ عصير الدمع ايه يابا؟ ده هيعملونا كوبايات ويشربونا دلوقتي. هو قصده يعني اي اغنيه بعون الله هتشغلوها المعلم هيعلم عليكم في الرقص. يعني هنشغل ايه؟ يا مش انا ايه يا عيني؟ ايه يا عيني؟ ايه يا عيني؟ ايه الكلام؟ ايه؟ ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه يا عم ايه ده؟ دخل على بطوطين. ما هو ده التشكيل. هو ده التشكيل اللي يخش عوري يا عمي. ما بطل ايه حرام عليك ما تعذبوش اذبح على طول. بس مش هينفع اذبحه قدام التانيين. طب يعني قوم وبطل هزار بقى يا معلم رمضان. ما تضيعش اليوم في الهزار. استنى استنى كده هو بيهزر معاك. ايه هتعطس؟ هتشيو هتشيو ده بيعطس بالصياعه. انت بتكح هياو. يا عم هو ده اللي ضربني. خلاص يا زيتونه ده راجل كبير. بقول لك خفني. خلاص يا زيتونه اسكت يا يا نور ربنا. اسكت يا اسكت يا اسكت يا. مفيش حد هيتكلم هنا في المنطقه غيري. الشارع ده مالوش كبير ولا ايه؟ احنا بنعتذر جدا لحضرتك واقفين جدا. وانت من خدمه عملاء البلطجه؟ في انت توزيعك الجغرافي جابك بلطجي يعني؟ على العموم يا جماعه المعلم كان بيدعبكم يعني عشان انت كنت بتفكر تعلم عليه في التشكيل فهو علم عليك. انتوا تيجوا بالليل وعازمكم وعامل ساره جايب فيها كل الاشياء بتوع المناطق الشعبيه وهنشكل سوا ماشي؟ خلصانه يا هو غرغر غرغر شايف ده بقى؟ ده نجم الصياعه في الجنان ده. مين ده؟ ده بيذلنا بتشوف انت اللي بيطلب حاجه بتحرمه؟ اجيب لك ده اللي يذلك بقى ما بيطلبش ده. انا جبت الايس كريم. ايه ده ايس كريم؟ ده بيتاكل؟ ما الايس كريم امال بيتحنط يعني يا رمضان؟ بيتاكل. يلا اكرم على حركاتك انت فاكر ايه؟ يا جماعه شاوت السبعينات دي عايز ايس كريم. والله لولا ان انتوا عمامي يعني الهزار ده اتلغى يعني.
ما نجيب بقى مسدس خرز ونفقع عين بعض. ايه يا جدعان؟ والله حلو قوي يا اكرم. ده تلاقيه بارقام مبالغ فيها. ارقام مبالغ فيها ايه؟ انا خفت ما اجيبلكش بقى. يا جماعه ما هو الهزار ده وانا صغير اللي ضيع السنام. ما تهزر. خلاص بقى انا اروح اجيب ايس كريم اللي بجد بقى. ايه ده هتجيب ايس كريم؟ اه هات لي معاك. انت معاك واحد. دي لعبه دلوقتي عقلت. ماشي. طب انا اروح خلي بالك منه عشان ده بيضرب اي حد بيجي هنا. ايه ده بجد؟ اه مش عايزين نعمل مشاكل، احنا جايين ننبسط. بس صايع؟ ايوه ماشي. لسه ضارب الواد دلوقتي اهو. جدع رمضان جدع. امال ايه؟ عايز بقى اعلمك الصياعه بقى انا. خلاص الحق الحق. سعاد العرجه جت. خش انت بقى لغيها. ها او اعمل لها ايه؟ اعكسها. بجد؟ اه مش هتتضايق؟ لا لا تتضايق من ايه؟ ماشي خش خش. يا ارض احفظي ما عليك. ايه ده ايه ده؟ ايه المعاكسه القديمه؟ ما انا اقول لها ايه؟ فاضل تقول لها يا صفايح الزبده السائله. خش قول لها الكلام بتاع دلوقتي. ايه بقى؟ لا يا قنبله. ايه ده؟ طب مش هتتضايق؟ لا بالعكس ده تفرح قوي. قول لها يا قنبله. ايه يا قنبله؟ فاكرني ولا ايه؟ انا بقى هوديك المراجيح يا كمونه يا زيتونه. يعني لا مش فايده. هما فيها. فيها يا بنت. بيعكسوني. بيعكسوكي؟ وانت ازاي تتعكسي وانت مش معايا؟ انا نفسي انت اللي تعمل حاجه وانت معايا. عكسوا البنت يا زتونه. طلع الحريم بره يا مش انت يا وليه يا عم بتعاكس صاحبتي ليه؟ ولا هبوظ لك وشك يالا. ناس ايدك يا ايه ده ايه ده؟ يا زتونه يا كمونه. اوعى ايدك دي. يا عم بتصطاد ايه من شعره؟ ايه يا جدعان؟ إيه انتوا هتعملوا نجوم على عمامي؟ يا اسطى ايه وانت مش لسه معلم على وينشك فيه؟ ايه يا عم انت؟ ايه يا جدعان؟ ايه تعملوا نمر على عمامي عشان خاطر البت دي؟ معاك صاحبتي يا عم. ما هي صاحبتك الحاره كلها ماشيه معاها. لم الدور وكبرني قدام عمامي. هي الحاره كلها ماشيه معاها ازاي وهي مش معايا؟ وانت ليه بتحب تحضر كل حاجه؟ ما بحبش حاجه تفوتني يا عم. حاجه هتفوتك هو فيلم يابا. يابا كبرني قدام عمامي بدل ما صغرك قدام الحوره. خلاص هلم الليله. لم الليله. ايه يا بنت اللي انت لابسه نابك؟ ما انا لابسه سوا كمونه. لا الشاش محزق على دماغي. ايه؟ ايوه انت حاطه ميكروكروم اوفر قوي كده ليه؟ ايوه احنا هنستنى لما نلاقيكي رايحه جايه على الصيدليه. اه الصيدليه يا بنت قدام. روحي يا كمونه. ما انا هكسر عضمي. ايه الانحطاط ده؟ ايه يا عمامي؟ لا انا فليتكم من ايد كمونه ولمونه. انتوا مالكم بالعيال الصيع دي؟ لا يا عم مالناش دعوه يا عم بالصيع. كل واحد يروح لاكل عيشه. يعني عايزنا نرجع زي زمان نبقى زمان كده؟ أيوة. لا يا عم هي دي خروجاتنا. لا يا عم خروجاتكم ايه وقرفكم ايه؟ اخر الشارع بقى ملوث بزياده. فاكر زمان يا رمضان لما حد كان يفكر بس يبص البنت في حتتنا كنا بنعمل ايه؟ كلنا كنا بنبص. كلنا كنا بنبص على الواد اللي بص يعني نقول له عيب. طب اتدمر الرساله كده يا رمضان اللي احنا جايين نوصلها للناس. لا يا عم لو صياعه كده مش عايزين صياعه، ولو عايزين نرجع زمان ما ينفعش نرجع للهبل ده. يعني انا بس عايز اقول كلمه واحده بس كلمه واحده. ها